للمرة الثالثة بتشتد الخلافات بين الفنانة روبي وزوجها المخرج سامح عبد العزيز اللي بيتولى إخراج أحدث أعمالها الدرامية رمضان كريم. فحاولت روبي الانسحاب من العمل ولكنها عادت بعد الشكوى اللي قدمها منتج المسلسل لنقابة الممثلين. وبعد ما قررت روبي مواصلة التصوير حتى ما تتورط بمشاكل، فلما تخلص تصوير مشاهدها بتطلع بسرعة لتتجنب الحديث مع زوجها، إضافة إلى عدم حضورها أي اجتماع خاص بتحضيرات العمل. وعرفنا من مقربين لروبي بأنه سبب الخلافات بينها وبين زوجها بيعود إلى رغبتها بأنه تقدم كل سنة العديد من الأعمال اللي بتتواجه برفض منه.